سيدتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يضع حجر الأساس لمشروع مبنى مجمع نيابات المكلا، ويفتتح مشروع الشرطة القضائية بالمجمع القضائي. هيئة أراضي حضرموت تعلن إحالة مجموعة متهمين بمخالفات إدارية لإدارة الأمن والشرطة. التربية والتعليم بساحل حضرموت تناقش خطط النشاط للمسابقات الختامية والمعرض 15 للوسائل التعليمية للبنات. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. أصدر محافظ حضرموت قرار المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسنية اليوم القرار رقم 60 لسنة 2019. وقضى القرار بتكليف العميد ركن سالم عبد الله الخنبشي مستشارا لمحافظ حضرموت للشؤون الأمنية، كما أصدر المحافظ التعميم رقم 5 للعام 2019 بشأن قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية القاضي بتكليف العميد سعيد علي أحمد العامري وكيلا لوزارة الداخلية لشؤون المنطقة الشرقية. وضع محافظ حضرموت قرار المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسنية اليوم حجر الأساس لمشروع مبنى مجمع نيابات المكلا بحرم المجمع القضائي بمدينة المكلا. واستمع محافظ حضرموت من رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري إلى شرح حول مكونات المشروع الذي سيشمل قاعات للمحاكمة ومكاتب النيابات للاستئناف والأموال العامة والمرور والمخالفات، والذي يموله مكتب النائب العام والسلطة المحلية بالمحافظة. وفي سياق متصل، افتتح محافظ حضرموت مشروع الشرطة القضائية بالمجمع القضائي الخاص بتوفير الأمن والحماية للمحاكم والنيابات بحرم المجمع القضائي بالمحافظة. وأكد اللواء البحسني خلال لقائه بقيادات المحاكم والنيابات على أهمية القضاء ومساهمته الفعالة في استباب الأمن والاستقرار بوصفه المكمل للسلطتين المحلية والأمنية، مشيدا بسمعة القضاء، لافتا إلى أن بقاء المحاكم معطلة أمر يؤثر على المواطنين ويؤدي إلى تراكم قضاياهم، داعيا القضاة إلى ممارسة عملهم من أجل أهلهم وخدمة لمجتمعهم، مؤكدا أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ستعمل على متابعة استحقاقاتهم وتحسين البنية التحتية للمحاكم والنيابات. وفي جانب آخر، رأس محافظ حضرموت الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التراث والتنمية والثقافة بالمحافظة لمناقشة التقرير المالي والإداري للصندوق للعام المنصرم. وأكد محافظ حضرموت خلال كلمة ألقاها في الاجتماع بأن التراث والثقافة تحظى باهتمام كبير من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، مبين استعداد السلطة لتقديم كل ما يلزم وتذليل كافة الصعوبات لتعرقل سير النشاط الثقافي والتراثي بالمحافظة، داعيا مختلف الجهات إلى تبني مشاريع ثقافية رائدة في كل الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تنفذ ضمن خطط صندوق التراث بالمحافظة. واستعرضت خلال الاجتماع التقرير المالي والإداري لعام 2018 وخطط الأنشطة للعام الحالي. وخرج اللقاء بعدد من التوصيات، حيث أوصى بتنفيذ خطط الأنشطة وتوفير عدد من قطع الأراضي لبناء مبنى للصندوق ومنشآت تعود بعائد مالي له، واعتماد دعم مالي من الموارد المحلية لتحصلها السلطة المحلية لتنفيذ خطط وبرامج الصندوق وتشكيل لجنة لإقرار وطباعة الكتاب في المحافظة. أيضا وفي سياق متصل، وجه محافظ حضرموت اليوم فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بترميم الجناح الشرقي لقصر السلطان القعطي ومبنى متحف المكلا، حيث يستهدف الترميم صيانة سطح الجناح الشرقي للقصر واستبدال الزينة الزخرفية والنماذج المعمارية وتنفيذ صيانة شاملة للبلكونات المتضررة والصبيات الخاربة واستبدال الأخشاب التالفة وترميم وتركيب نوافذ وأبواب للأجزاء المتضررة من مبنى المتحف وإجراء عمليات الإنارة والتحسينات والترميمات للسطح الخارجي للمبنى والمسابح السلطانية، بما يحقق الحفاظ على هوية القصر التاريخية. كما وجه المحافظ بإنجاز أعمال الإنارة الجمالية لحصن الغويز التاريخي بالمكلا، مؤكدا أن ذلك يأتي في سياق اهتمام السلطة المحلية بحفظ تراث وآثار المحافظة.
أعلنت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بحضرموت عن إحالة ملفات مجموعة متهمين بمخالفات إدارية بينهم موظف لديها إلى إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت تمهيدا لرفعها إلى نيابة الأموال. وأوضحت الهيئة في بلاغ صحفي أن إدارة الشؤون القانونية بالهيئة ضبطت جرائم تزوير واستقلال وظيفة عامة، وأن الشؤون القانونية سبق وأن أحالت في الأسبوع الفائت ملف مواطن تحايل على الهيئة باستخراج وثيقة بدل فاقد مدعيا ضياع الأصل، في حين أنه باع الأصل وقام بتحويل اسم الوثيقة. وأكدت الهيئة في بلاغها أن هذه الوقائع تكثر نظرا لعدم قيام المشترين بتحويل الوثائق بأسمائهم، وهو الأمر الذي يترك مجالا لضعفاء النفوس لبيع الأراضي أكثر من مرة رغم وجود ضامن تجاري وإجراءات صارمة. وقال البلاغ أن التحقيقات الإدارية ما زالت جارية، وسيتم إحالة كل من يثبت تورطه في جرائم إلى الجهات المختصة تنفيذا للقانون واللوائح المتبعة وإحقاقا للنظام وضمانا لصون حقوق الجميع. ناقشت لجنة النشاط العامة بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت في اجتماع لها عقد بالمكلا التحضيرات والترتيبات الخاصة بانطلاق خطة النشاط للفصل الدراسي الثاني للمسابقات الختامية والمعرض 16 للوسائل التعليمية من خامات البيئة المحلية للبنات. وفي الاجتماع أكد وكيل التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال عبدون على ضرورة التهيئة والإعداد الجيد وتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من قبل اللجان المختصة لتنفيذ هذه البرامج التي تم وضع لها خطة مزمنة من الفترة من 23 إلى 27 من فبراير الجاري، مشيرا إلى أن خطط الأنشطة تشمل على إجراء المنافسات المنهجية والفكرية والإبداعية المتنوعة والرياضية المتعددة بين الطالبات والمعلمات وإقامة معرض للوسائل التعليمية، إضافة للافتتاح ووضع حجر الأساس للعديد من المشاريع التربوية والتعليمية. هذا وفي الاجتماع قدمت عدد من المداخلات والمقترحات الهادفة إلى تحسين مستوى تنفيذ الأنشطة والفعاليات للمعرض وصولا إلى تجاوز السلبيات والارتقاء بالأداء إلى مستويات عالية. قال مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير التميمي أن الكوادر الأمنية المتواجدة في الميدان تستطيع نقل المحافظة وأمنها نقلة نوعية يشهد لها القاصي والداني، وستكون نموذجا للمحافظات المحررة. وأشار العميد التميمي في كلمة له في الطابور الصباحي بمعسكر النجدة إلى أن بسط الأمن والاستقرار والانضباط والتنظيم في العمل الإداري والأمني كان هو الأبرز خلال العام المنصرم، داعي القوات الشرطوية والأمنية إلى التحلي باليقظة العالية والانضباط. وقال العميد التميمي أن المواطن وممتلكاته أمانة في أعناقنا، ومن يتعدى عليها سيكون عرضة للمساءلة القانونية، مشددا على ضرورة إيقاف المتنفذين على الأراضي وحقوق الناس، لافتا إلى أن عهد القبيلة والمال ذهب ولن يعود. وشهد الطابور الصباحي تمارين استعراضية حملت شعارات حماسية تؤكد جاهزية الأجهزة الأمنية. التقى المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق برئيس وأعضاء اللجنة المساندة للنظافة والبيئة بمحافظة حضرموت لمناقشة التنفيذ الأمثل للاحتفاء بأسبوع اليوم الوطني للبيئة والنظافة. وفي مستهل اللقاء استعرض المهندس بن شبراق البرنامج العام للاحتفال بأسبوع اليوم الوطني للبيئة والنظافة لأعضاء اللجنة المساندة للنظافة. من جانبه قدم رئيس اللجنة المساندة للنظافة والبيئة بحضرموت وأعضائها مقترحات لمشاركتهم في فعاليات ومناشط الاحتفاليات الإعلامية والميدانية، حيث تقدمت اللجنة بالمشاركة على الصعيد الإعلامي بتقديم حلقتي حوار إذاعية عبر إذاعة المكلا، وتم الاتفاق على محاورها وضيوفها من السلطة المحلية والمعنيين فيها بأعمال النظافة والتحسين وحماية البيئة. أقيمت بالمكلا الندوة المجتمعية لشهداء وضحايا الإرهاب نظمتها اللجنة المجتمعية المشكلة من منظمات المجتمع المدني ضمن حملة الوعي المجتمعي، وذلك أحياء للمواقف والبطولات التي استطرها أبناء حضرموت لمقاومة وطرد عناصر تنظيم القاعدة من ساحل حضرموت. وقدمت خلال الندوة عدد من الكلمات لأهالي الشهداء والجرحى والمختطفين من ضحايا الإرهاب،
وفي كلمة لها أوضحت شعبة الشهداء والجرحى بالمنطقة العسكرية الثانية أن أبناء حضرموت دفعوا ثمن التحرر من الإرهاب باهظا، مشيرة إلى أنها تولي اهتماما بالجرحى وكذلك الاهتمام بأسر الشهداء ومساندتهم. هذا وفي نهاية الندوة أقرت مذكرة عن ضحايا الإرهاب بحضور عدد من المسؤولين وأهالي الضحايا والصحفيين والناشطين الحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني بحضرموت. حقق فريق شباب القطن فوزا ثمينا على حساب فريق شباب الليسك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الشهيد جواس بسيئون. وتأتي هذه المباراة ضمن المرحلة الثالثة من بطولة اتحاد وادي حضرموت الكروية، وبتلك النتيجة تأهل القطن للمرحلة الرابعة من البطولة، بينما قادر شباب الليسك البطولة لحصوله على الخسارة الثانية بعد تلقيه الخسارة الأولى من فريق سلام القرفة بثلاثة أهداف دون مقابل. بهذا الخبر وصلنا وإياكم لختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. محافظ حضرموت يضع حجر الأساس لمشروع مبنى مجمع نيابات المكلا، ويفتتح مشروع الشرطة القضائية بالمجمع القضائي. هيئة أراضي حضرموت تعلن إحالة مجموعة متهمين بمخالفات إدارية لإدارة الأمن والشرطة. التربية والتعليم بساحل حضرموت تناقش خطة النشاط للمسابقات الختامية والمعرض 15 للوسائل التعليمية للبنات. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.